السلام عليكم. اليوم راح نشرح شابتر 6 من الفارما أورجانيك. راح نشرح بارت 2 بالأخص، ما انه بارت 1 يعني نوع ما سهل وأوريدي ماخذينه بالأورجانيك. شابتر 6 هو الستيريو كيمستري. بداية شابتر 6 حكينا أول شيء عرفنا شو الستيريو كيمستري، تمام، عرفنا معنى الأيزومرز اللي هو عندك مثلا فورميلا معينة بكون لها أكثر من ستركتشرال أكثر من structural form. الأيزومرز طبعا من أنواع اللي هم constitutional اللي هو يكون فيه اختلاف بالترتيب للذرات. فعندنا الستيريو أيزومرز اللي هو بهمنا أكثر اللي هو موضوع chapter stereo chemistry. الستيريو أيزومرز اللي هم بيكونوا أيزومرز اللي هم نفس الفورميلا نفس structure لكن بيختلفوا بالفريد شيب. فالستيريو كيمستري هو العلم اللي بيهتم بدراسة المركبات بشكلها الثلاث الأبعاد، okay, 3D molecules، بنشوف كيف بشكلها الثلاث الأبعاد. يعني حسنا يكون مركب نفس يعني نفس الستركشر نفس المركبات نفس الذرات نفس الاتصال نفس كل شيء، لكن شكل الثلاث الأبعاد بيختلف. مثلا تلاقي مثلا ذرات فوق مثلا إنه مثلا مجموعتين واحدة باتجاه عكس ترانس ومجموعتين بنفس اتجاه سيس، اوكي هذا بيعطيني اختلاف طبعا السيريو ايزومرز برضو قسم قسمين، في عندنا كونفورمرز وكونفيجريشنال. الفرق بيناتهم راح نناقشه بعدين، لكن بشكل عام اشي راح نربطه بكلمه اسمها انرجي بارير، صح، نيجي لها بعدين. الكونفيجريشن كمان بنقسم كمان قسمين، عندنا جيومتريكال ايزومرز برضه راح ناخذهم. هم بشكل عام سيس ترانس ايزومرز هيك بتعرف عليهم اكثر شيء. في لهم هم اكثر من مش بس سيس ترانس بشكل عام، بس انه بشكل هو اكثر شيء بتعرف عليهم سيس ترانس ايزومرز. واخر شيء عندنا اوبتيكال اكتيفيتي اللي هو الار والاس او الايزومرز وذ اسيمتريك سنتر، تمام، اللي هو بيكون السنتر كربوني او سنتر معين حوالي اربع مجموعات مختلفه، وحسب الروتيشن او حسب ترتيب مجموعه حول السنتر هذا بنسميه مركب اما ار او اس. هاي كل مواضيعنا ناقشناها يعني تناقشت بالبارت الاول، بس هيك مجرد مراجعه سريعه لهم. هاي خلينا نبلش. اذا زي ما كنا نعرف انه اذا كان في عندنا كايرو سنتر، اوكي الكايرو سنتر اما راح يكون اما ار او اس، تمام. اسا الار والاس مثلا المركب التالي اللي عندي هون، اوكي هذا المركب هو عباره عن مركب الار ايزومر من المركب، فده هون الاس ايزومر. العلاقة بيناتهم الاثنين ايش بسميها؟ العلاقة بيناتهم الاثنين بسميها انانشومرز، اوكي؟ فانانشومرز هم ايش؟ عبارة عن نون سوبر امبوزبل ميرور ايمجز، اوكي؟ يعني اللي بتحاول تمرر المركب هذا الار على مركب اس مش راح يطابقوا بعض، تمام؟ لانه راح يكون في اختلاف بيناتهم مش راح يطابقوا بعض نهائيا، وهذه علاقة بيناتهم انانشومرز. حاليا انه نحكي ترتيب المجموعات، طبعا احنا بنحكي ترتيب المجموعات لازم حسب البرايورتي بالاول. اوكي ال اي بي ار سي ال اف، اوكي وبعدين بنمشي فيها وبنحدد برضه ايش كلها بنعرفها من ورا. هسه اللي انا احكي فيه هسه كونه ان كايرو سنتر، اوكي وهو يعتبر مركب كايرون بسبب وجود الكايرو سنتر، بيقدر يعمل لي شيء معين اللي هو روتيشن اوف روتيشن اوف بولرايز بلين لايت. يعني يكون في عندك ضوء بتجي باتجاه معين اللي بيستمر خلال المركب هذا بتست تيوب معين، الضوء راح يدور اوكي بدرجه معينه، تمام، درجه معينه اسمها سبيسيفيك روتيشن. اوكي الار مثلا احتمال يدور اليمين او يسار، ما مثلا يكون ديكستروتوري او ليفروتوري، برضه هاي كل الاشياء ما فيش اي جديد الان نحكي. الاس مثلا اذا كان الار بدور اليمين الاس راح يدور اليسار، تمام، هاي الشيء هيك. هاي الشيء يسمى اوبتيكال اكتيفيتي، اوبتيكال اكتيفيتي، تمام. واصلا مركبات هاي او الايزومرز هاي تسمى اوبتيكال ايزومرز بسبب الخاصيه هاي انهم بيدوروا بلين اوف بولرايزد لايت، بيدوروه، تمام، فتسمى اوبتيكال ايزومرز. حاليا في عندنا اكثر من في عندنا بعض المركبات، مثلا هذا مركب كايرال، اوكي في كايرال سنتر، في مركبات اللي هي اكايرال، اوكي مثلا نحكي مثلا ميثان سي اتش 4، اوكي اي مركب اللي هو يعتبر ايش ما في كايرال سنتر، هذا مركبات ما بدور الضوء، يعني بتمشي الضوء فيهم راح يطلع زي ما هو، اوكي مش راح يكون في اي دوران لا اليمين ولا اليسار ولا باي درجه، راح يطلع زي ما هو،
اوكي ليش هي؟ عشان مركبات اكايرال. اوكي هاي مركبات اكايرال فيها بلين اوف سيمتري، فبالتالي مش راح يدور الضوء. مركب ثاني نعرف عنه اللي هو الميزو كومباوند. اوكي الميزو كومباوند هو حكينا عنه كتعريف، نرجع نذكره. هو مركب في تو كايرا سنترز، اوكي تو كايرا سنترز مش بس واحد، كل كايرا سنتر عنده نفس مجموعات الاول. مثلا كايرا سنتر واحد عنده CH3BRH، المركب الكايرا سنتر الثاني برضه راح يكون عنده CH3BROH. حتى عشان اجزم انه هذا مركب هو ميزو كومباوند لازم افحص الكونفيجريشن لكل كايرا سنتر. راح واحد منهم راح يكون R والثاني راح يكون S، ما بفرق اي واحد، بس واحد منهم راح يكون R واحد S. مره نرجع كذا مره ثانيه، كل كايرا سنتر عنده نفس مجموعات الاول، اوكي ما عدا المجموعه الرابعه طبعا، بس عنده ثلاث مجموعات متشابهه مطابقه، اوكي وواحد منهم R واحد S. الحاله هاي مركب شو بسميه؟ ميزو كومباوند. اوكي الميزو كومباوند هو مركب صحيح في كايرا سنتر، لكن ايش في كمان؟ في بلين اوف سيمتري. عشان في بلين اوف سيمتري بسميه ايش؟ اكايرال كومباوند. عشان اسمي مركب كايرال لازم يكون، لازم ما يكون فيه ولا اي بلين اوف سيمتري، لازم يكون فيه كايرال كايرال كاربون او كايرال سنتر. اوكي في الميزو كومباوند ما دام انه فيه بلين اوف سيمتري اذا هو ايش؟ انترنال بلين اوف سيمتري، اذا هو ايش؟ اكايرال كومباوند، وبالتالي ما بيقدر يدور الضوء، ذلك هو اوبتيكلي ان اكتيف. اوكي ما بيدور الضوء ولا اي باي درجه. اوكي فحين صار عندنا حالتين لمركبات اوبتيكلي ان اكتيف ما بتدور الضوء، اللي هي الاكايرال كومباوند العاديه والميز كومباوند. في عندنا حاله ثالثه، من نحكي حاله ثالثه. اوكي ما بتدور مركبات، هاي الحاله عباره هو مش مركب واحد، عباره عن ميكستر. اوكي مركبين يسمى رسيميك ميكستر. اوكي رسيميك ميكستر، رسيميك ميكستر كتعريف هو عبارة عن ميكستر، اوكي خليط مكون من 50% R 50% S. اوكي في نفس الكميات من ال ايزومر والدي ايزومر. اوكي اللي هي ليفراتوري والدي هي ديكستراتوري. زي ما حكينا من قبل الدي هي انه بدور الضوء لليمين وال L بدوره لليسار. اوكي هاي اشياء احنا اوريدي متفقين عليها. فحاليا لما يكون في عندي محلول او تيوب معين في 50% S 50% R 50% L 50% D، اوكي الضوء لما يمر من خلاله برضه راح يطلع زي ما كان. اوكي مش راح يكون في اي دوران. ايش تفسير الشيء هذا؟ ليش صار عندي شيء هذا؟ هسه تخيلوا معي كعباره عن مصدر قوتين، اوكي انه ال L مثلا بسحبه لليسار والدي بسحبه لليمين. هسه لما يكون في عندك 50 واحد بسحبه لليسار بمقدار واحد و50 بسحبه باليمين برضه مقدار واحد، يعني عندك 50 يسار و50 لليمين. اوكي بالتالي ايش راح يصير بالضوء؟ انه يعني محصله القوه اللي عليه مثلا نحكي اللي بدوره على اليمين او يسار محصلته صفر، وبالتالي مش راح يدور لا لليمين ولا يسار. هاي هي الفكره كليا، تمام؟ فعشان هيك الرسيميك ميكستشر اوكي يعتبر اوبتيكلي ان اكتيف اوكي كميكستشر. اما اذا تفصل يعني اذا بتاخذ الار لحاله والاس لحاله لا بدور الضوء، لكن لما يكون مع بعض وبكميات متساويه اوكي لازم يكون 50 50 اوكي لازم يكون نسبه 1 الى 1. هاي كثير مهمه، اذا كانت نسبه 1 الى 1 اذا هو يعتبر فول رسيميك ميكستشر واوبتيكلي ان اكتيف. اذا كان في بس زياده يعني بس انه 1% او 1/10 زياده عن الثاني اذا يعتبر اوبتيكلي اكتيف، عشان واحد منهم راح يهزم الثاني. لكن ما دام متساوي نسبه 1 الى 1 اذا راح يلغوا بعض. اوكي هاي هي الفكره كليا، انه الديكسترو راح يلغي الليفراتوري. نحكي انه ذا ليفراتوري روتيشن فروم وان انشمر اكزاكتلي كانسل ذا ديكستراتوري روتيشن فروم ذا اذر. هاي هي المعلومه حكيناها. بس في معلومه عندنا هون بسيطه، ذا ميكستشر هاف ديفرنت بويلينج بوينت اند ميلتينج بوينت فروم انشمرز. اوكي هاي معلومه احتمال تلخبط البعض. شوفوا كيف هسه على الميكستشر، اوكي كمان اللي هو 50% ار 50% اس، اوكي احتمال يكون له ملتي مثلا له ملتي بوينت معينه. هسه مثلا الانشمر الحل البيور اس له ملتي بوينت 50، اوكي البيور ار اكيد راح يكون له 50، شيء طبيعي جدا. لكن ايش مثلا بحكي لنا؟ بحكي لنا انه لما اخلط لما اخلط اللي هو الار مع الاس، تمام الار مع الاس، شوفوا احتمال مش اكيد مش انه دائما بتصير هاي، بس احتمال اوكي لسبب او لاخر ايش بيتعلق بالكريستلز يعني ايش ما علاقه فيه، بس انه احتمال ايش يصير البولي بوينت هاي مثلا احتمال كانت 50 تصير 51 49 50 ونص، يعني انه في اختلاف بسيط بيناتهم. اوكي انه احتمال يصير في اختلاف، لكن هذا الشيء مش اكيد.
تمام. فهي فكرة من نوصلها. اوكي حاليا مثلا على فرض عندنا نسيم مثلا على فرض اجا واحد عليك حكى لك تفضل هاي التيوب اوكي او هاي العينة هي عبارة عن نسيم فيكستر لكن انا بدي الاس من هلا حالها بديش الار اوكي حكى لك افصل اياهم كيف بدك تفصلها عملية فصل الرسيميك ميكستر للبيور ار والبيور اس تسمى ريزولوشن اوف رسيميك ميكستر اوكي ريزولوشن اوف رسيميك ميكستر ذا سيبريشن اوف رسيميك ميكستر انتو اتس كونستيتوانت انشمرز تمام اوكي هسه العملية هي نهائية مش بسيطة نهائية مش سهلة اوكي فعليا اذا بتفكر فيها العملية هي يعني مثلا للي اخذ لاب اورجانيك مثلا اخذنا احنا اكثر عن عملية فصل اوكي اخذنا مثلا خلينا على سبيل المثال نحكي ديستليشن اوكي كنا نحط المواد اللي بنفصلها ب ب بيكر معين اللي هو البويلينج شاف اسمه صح بدورق معين اوكي بتحمل حراره بنحطه فيه بعدين بنشغل الحراره عليه هسه المواد يكون لها بويلينج بوينت او ميلتينج بوينت مختلفه اوكي بحيث انه يتبخر على درجه حراره مختلفه او انه بيطلع درجه حراره مختلفه هاي اسم المواد مختلفه فحسب الديستليشن ان كانت الماده اللي لها ميلتينج بوينت اقل او بويلينج بوينت اقل كانت تطلع بالاول ونفصلها وبعدين الثانيه نطلعها لحالها ونفصلها لحالها اوكي لكن برسيم بيكتشر يعني الاثنين لهم نفس الحراره اوكي لهم نفس كل خصائص اوكي كل خصائص الفيزيائيه ممكن تفكر فيها بحيث انك تفصلهم للإناشومرز هي نفسها وهذا عشان ايش حكينا ايش الوحيد اللي بيختلفوا عن بعض الإناشومرز عن بعض هو الاوبتيكال اكتيفيتي اوكي واحد بدور الضوء اليمين واحد بدور الضوء اليسار ما بدي استخدم الخاصيه هاي عشان اني او بحرى ما بديش اقسمها بطريقه عاديه بحيث اني ايش بحيث اني اقدر افصلهم ركب اوكي هو فعلا انا راح استخدم خاصيه عشان افصلهم لكن شو راح نشوف كيف خلينا ناخذ المثال التالي I have a racemic mixture in a container and I want to separate it how فعندي هنا اللاكتيك اسيد اوكي هو racemic mixture فعندي 50% R 50% S اوكي racemic mixture بدي افصل هالمركب بدي افصله بدي اخليه ببيكر لحاله R وببيكر ثاني S تمام كيف نقدر نحقق الاشي هذا خلينا نشوف بداية بشكل عام عشان اوكي خلينا بس ننتقل لهون شوية حاليا في عندي انه عندي اسيد ار واسيد اس اوكي اسيد معين الفكره اللي بحكي لنا اياها المخطط هذا بدي احول الاسيد او بالاحرى بدي احول الانشومرز لدايستيريومرز اوكي بدي احول الانشومرز لدايستيريومرز اوكي مثلا كان ار اس بدي احول مثلا هذا ار اس وهذا اس اس اوكي هاي هذول ايش علاقه بيناتهم علاقه بيناتهم دايستيريومرز صحيح تمام حاليا ما دام انه هذا اسيد وهذا اسيد بفعله مع بيس بس مش اي بيس مع كيرال بيس يعني انا شوف السببين اول شيء هو اسيد اوكي بدي افعله او اوكي هسه رجعوا شوف رسمكشر عشان افصلهم بدي افعلهم اوكي بدي افعلهم بحيث اني احولهم لشيء ثاني له خصائص مختلفه بقدر افعله الشيء الثاني اخترناه عشان نفعلهم هو الدايستيريومرز اوكي حولناهم لدايستيريومرز هسا شوف كيف العملية صارت كيف تحول الدايستيريومرز هسا بداية أنا عندي أسيد أوكي الأسيد بتفاعل مع بيس تمام عشان عندي أسيد مش طبيعي بفعله مع بيس مش راح بفعله مع أسيد ثاني أو مع مركب ثاني مش راح تفعل معه لكن مع بيس بتفاعل فهاي أول خطوة ما دام عندي أسيد بفعله مع بيس إذا عندي بيس بفعله مع أسيد إشي طبيعي تمام حاليا اوكي مش كافي ان فعله مع بيس لحالها او اي بيس هيك لازم تكون برضه بيس هي لازم تكون ايش لازم تكون كارل بيس اوكي لازم تكون فيها كارل سنتر ولا مش راح يفرق معي هسه مش راح استفيد هسه راح اشوف كيف بعد ما احولهم دايستيريومرز الدايستيريومرز بنعرف انهم لهم خصائص مختلفه نفصلهم عن بعض اوكي نفصلهم عن بعض اوكي بعد ما نفصلهم عن بعض نحولهم لزي ما كانوا اول شيء اللي هو اما الاسيد او نحولهم زي ما كانوا اول شيء اما اسيد او بيس هذا هو بشكل عام يعني ليش راح نعمله راح نحول الانشومرز دايستيرومرز نفصل الدايستيرومرز بما انه لهم خصائص فيزيائيه مختلفه وبعد هيك بفصلهم عن بعض باخذ البيس لحاله والاسيد لحاله بعدين برضه راح يكون لهم خصائص مختلفه هاي الاشياء كلها ساعه راح نشرحها ونفسرها كيف بالضبط تمام هسه شوف شو first I need to convert the enantiomers to diastereomers اوكي طيب
هسه زي ما حكيت لكم انه الار والاس لهم نفس خصائص كليا، فانا بدي احولهم لمواد جديده الى خصائص فيزيائيه مختلفه بقدر استخدمها عشان يعني عشان اقدر افصلهم بالطرق اللي بعرفها، ديستليشن، كروماتوجرافي، اي طريقه بعرفها. تمام. هسه ليش اللي بدي اعمله انه احولهم ل دايستيرومرز؟ بدي اعمل رياكشن، اوكي، اي رياكشن معين، اوكي، بس انه رياكشن، والرياكشن هذا حكينا لازم افعله مع ماده، الماده اللي راح افعلها معهم مش راح تكون ماده اكايرال، لازم تكون كايرال، اوكي، بحيث يتحقق عندي الافكت المطلوب يتحول لدايستيرومرز. مره ثانيه عشان اوضح الفكره، استعمل عندي اسيد زي ما حكينا، عندي هو لاكتيك اسيد، اذا متفاعل مع بيس. طب هسه السؤال اللي بسال المفروض اساله لحالي، هل اي بيس تنفع؟ خلينا نجرب. هسه بدايه انا راح افعله مع ميثيل امين، اوكي، ميثيل امين هي زي ما انتم شايفين ما فيها اي كايرال سنتر، ما فيها اي كايرال سنتر نهائيا. فعندنا الار مع ميثيل امين والاس مع ميثيل امين، اوكي، تفاعل كله تمام، اوكي، تكون عندهم سولت ار سولت، تكون عندهم اس سولت. هسه والله شوف انتبهوا مركبين. هسه غير انه هاي ار وهاي اس في اختلاف بيناتهم، يعني شوف هاي ال NH3+ CH3 اللي هي هاي الكربوكسيليت مثل هيدروكسيل اتش، كل نفس الشيء، اوكي. ليش الوحيد يختلف هنا؟ هذا رجع ايش كمان؟ رجع برضه كمان اسيميك ميكستشر، اوكي، هذا يعتبر انانشومرز، ما في اي فرق بيناتهم نهائيا، اوكي. وبالتالي انا هون ما استفدت لما فعلت نحكي الرسيميك ميكستشر اوف ذا اسيد مع اكايرال بيس، اوكي، ما استفدت نهائيا، يعني عشان هو ظل انانشومر. طب ايش الحل؟ او بالاحرى بس عشان توضح الفكره لكم، الوضع هذا اللي عملته هنا اني فعلت كايرال اسيد مع اكايرال بيس، ايش هو؟ مشابه لانك تمسك كره بايدك اليمين او ايدك اليسار، ما فيش اي فرق بيناتهم، اوكي، بتبتدي تمسك ايدك الكره بايدك اليسار، كره بيسبول او اي كره صغيره، تمام، اي كره تبتدي تمسك ايدك اليسار وايدك اليمين، ما في اي فرق بيناتهم، يعني ايدك مش راح تحس بالفرق، بتبتدي تمسكهم بشكل متساوي باليدين ومش راح يصير في عندك اي، ما فيش اي اختلاف بيناتهم، اوكي، هي اول شيء. عشان هيك ما بقدر افعله مع اكايرال بيس، اوكي. جربنا مرة ثانية فعلناها مع كايرال بيس، كايرال بيس اللي اخترناها هي 1 فينيل مثل امين، اوكي، 1 فينيل مثل امين. طبعا لازم الكايرال بيس اذا بدي اوكي مثلا اس عندي كايرال رسيم فيكستشر 50% اس 50% ار، اوكي، بدي افعلها مع كايرال بيس. الكايرال بيس هاي شو لازم تكون؟ لازم تكون بيور انانشومر، اوكي، اذا لازم تفعلها مع 100% ار او 100% اس، برضه مره ثانيه ما بفرق، لازم ايش بس ايش الاهم؟ لازم تكون 100%، ار او اس مش مهم، لازم بس ايش لازم تكون؟ 100%، لازم تكون بيور انانشومر. خلينا نجرب، افعل الار مع مثل امين وفعل الاس مع الار مثل امين، اوكي، شوف كيف احكم عندي. هسه هو هذا مثل نشوف تفاعل انه حصير في عندك ايونيك بوند، اوكي، هون زي ما شايفين هاي مع الكربوكسيليت مع الامونيوم، هنا في عندنا هنا عباره عن رابطه بيناتهم، هذا يعتبر ايش؟ مركب كامل سولت. السولت هذا ايش فيه؟ في عنده كارا سنتر هذا ار، وهذا كارا سنتر ايش حصير فيه؟ برضو ار، فار ار سولت، تمام، في عندي سولت ار ار. طب خلينا نشوف هنا الزحاط ايش، هذا راح يكون اس، تمام، هذا راح يكون اس، واللي هون ايش راح يكون؟ ار، اوكي. هسه ليش انا مش قلقان انه يصير في عندي اي اختلاف في الكونفيجريشن؟ عشان انا التفاعل اللي عملته ما كانش على كاري سنتر، يعني التفاعل اللي صار هنا صار بين السي بين الاو اتش اللي موجود اللي هي هنا بالكاربوكسيل جروب او شو اسمه بين الامين اللي انا شفته هنا، اوكي، يعني هو فين مش كايرال، اوكي، فمش راح يفرق معي يعمل فيهم اي شيء، عشان هيك ما بخاف انه الاس يصير ار او الار يصير اس، اوكي. فمره ثانيه ار مع اس، ار مع ار راح يعطيني ار ار فولت، واس مع ار راح يعطيني اس ار فولت. هسه هذول عباره عن ايش؟ عباره عن دايستيرومرز، اوكي، في لهم نفس المجموعات، اوكي، نفس المجموعات، لكن كايرال سنتر هذا مثلا متشابه، الكايرال سنتر اللي هو متشابه والكايرال سنتر اللي هو مختلف، اوكي، فهذول دايستيرومرز. وزي ما نعرف ان دايستيرومرز لهم صفات مختلفه، لهم ديفرنت فيزيكال بروبرتيز، فبالتالي ايش بقدر اعمل؟ بقدر افصلهم باي طريقه فصل بعرفها، باي سبريشن ميثود بعرفها، بفصلهم مع بعض، اوكي. خليني والله بس نشوف هنا زي ما عندنا هون حكينا عندنا الار اسيد والاس اسيد، فعلته مع اس بيس، اوكي، كون عندي ار اس، تمام، سولت
واساس سورت اساس بيعمل بفصلهم باي طريقه اوكي يعني بعالجهم باي طريقه معينه تمام بعالجهم باي طريقه معينه حتى نفصلهم افصل الار اس عن الاس اس تمام هسه بتكون عندي مثلا نحكي هون بتكون عندي الار اس سورت والاس اس سورت هسه ايش انا بدي ايش بضل ايش بدي انا بدي الاسيد اوكي انا بدي اصرف كيف بدي اللاكتيك اسيد لحاله تمام هسه بالنهايه ايش حصلت انا حصلت او انا بقدر اصرفين حصلت على الار اس سورت طب انا بدي الار اس لحاله كيف افصله بحول السولت لاسيد كيف بدي احول الاسيد بكل بساطه السولت بده يعني بده بدي بتعطي هاي الشيء خليه اسيد ايش بعمل بفعله مع اسيد اوكي بفعله مع اسيد بحيث انه ايش يعطي اج بروتون للمركب اللي هنا ويوصلوا مع بعض فرجع عندي يكون اللاكتيك اسيد اوكي طب على فرض مثلا كانت عندي الماده البدائيه هي اوكي ودي اياها هي لحالها فايش بتعمل بفعلها مع بيس اوكي بفعلها مع بيس بحيث انه تاخذ بروتون وترجع عندي زي ما هي نحكي هون ار 1 في الميثيلين فهي الفكره اذا بلش باسيد بعد حول الاسيد مولز بفعلهم واصلهم بفعل مع اسيد بحيث ارجع فعل اسيد واذا بيس بفعل مع بيس بحيث ارجع فعل بيس تمام فصلناهم وعملنا كل شيء تمام فوضحنا كيف انه نرجعهم لاسيد او نرجعهم لبيس تمام فهي كل الفكره هنا في هاي هون الصيدات شو جايكم صيدات الهيدروفين هاي صيدات ترى لا زي ما شايفين هنا يعني بعد ما حولنا ال R S هيك فصلناها بطريقة معينة أي بحكي لكم أي طريقة معينة فصلناها أوكي في عندنا اللي هي R S ريفورمبل مش عارف إيش صح الأشياء كلها ما علينا بس زي ما حكيت لكم بشكل عام بعد ما حول الدايسيرومرز أوكي راح حول الدايسيرومرز هو السولت لإيش لبيور أسيد أو بيور بيس حسب اللي بدي إياه من الفعل مع أسيد أو فعل مع بيس أي واحد بعد ذلك الاسيد بيس اللي تكون عندي بقدر افصلهم لانه مادتين مختلفات يعني هاي لاكتيك اسيد وهي فينيل مثل الالين ترفع بعض كليا فبقدر افصلهم بطرق الفصل العاديه تمام هسه خليني اشوف كيف بيجي صار على الاشياء هاي سؤال طبعا The best reagent to be used to separate the semi mixture of compound X is R. Okay, يعني فيها تعتمد أكثر من مركب. هسه شوف طريقة حل السؤال. سيبيك انا ايش بدي اعمل خلينا نفهم السؤال بحكي لك عندي ريسيت ميكسشر من الكومباوند اكس اوكي عندي ريسيت ميكسشر عندي 500 50 اس طبعا هاي هون الكارا سنتر اوكي 500 ار 50 اس تمام هاي واحد ثاني ايش بحكي لي بحكي لي بدي اصنع مركب من زي ما تعلمنا قبل شويه ريزولوشن اوف ريسيت ميكسشر هسا اول شو حكينا اول شيء عندي ريسيت ميكسشر من الناشورز بدي احول ايش لدايسيرومرز كيف بدي احول لدايسيرومرز بدي افعله مع ايش مع اسيد او بيس طب ايش اشوف انا مع اسيد او بيس ايش بدي اعمل بدي اشوف المركب هذا هل هو اسيد ام بيس بدي اشوف هل هو اسيد ام بيس هسه المركب هذا بقدر احكي عنه بيس اوكي ليش مش اسيد هسه بدايه احنا اللي هنا لازم مره ثانيه انه ليش نوصل بالكارا سنتر اوكي الكارا سنتر ما فيها نحكي يعني ايش بدي احكي لكم او لا اسف مركب ككل اوكي مركب ككل ما في نحكي مكان جيد اني اقدر يعني ما في اسيدك هيدروجين اوكي ما في اسيدك هيدروجين يعني مركب ككل اوكي ما في مكان اقدر انا اعمل له ابستراكت اوف هيدروجين ويطلع لي سيبل كونجكت بيس اوكي البعض يحكي الان لكن الان يعني وضعها مش ممتاز اوكي عندنا مجموعتين بيتبرعوا لها اوكي اللي هي التو كاربونز وهي برضه ما تعمل ريزونانس وضعها مش جيد تمام الاكسجين اكيد ما اصلا الاكسجين ما عليها هيدروجين اوكي مش راح تصل نهائيا السي مستحيل وضعها اوكي اذا كان مثلا كربونيل كربون وقلت احتمال يمكن لكن بشكل عام زي هيك هذا المركب لا يعتبر اسيد يعتبر بيس ليش بقدر بفضل البيس وليس اسيد هسه النيتروجين اول شيء عندها مجموعتين بتبرعوا لها هي نيتروجين سكندري امين زي ما نعرف هي اقوى بيس سكندري امين وبرضه حلقه خماسيه اوكي فهي تعتبر جود بيس تمام فمركب هذا ايش بعتبر بيس فبالتالي انا ما دام عندي بيس على ايش بدور؟ بدور على اسيد وهل اي اسيد بينفع؟ طبعا لا اسيد ولازم يكون كايرال خلينا نشوف مركبات عندي هسه عندي واحد هل هذا اسيد بدأ يعني قبل ما افكر باي شيء ثاني هل هو كايرال ولا لا هل هذا اسيد؟ اسيد اوكي في كايرال سنتر او لا
تمام يعني لازم يكون اسيد وكارا كومباوند. اوكي اسهم مركب عباره عن كاربوكسيليك اسيد. اوكي ممتاز اسيد هذا بدي اياه. هل هو كارا ولا لا؟ خلينا نشوف في كارا سنتر ولا لا. في عندك هاي الكربون اللي هنا اوكي في عندك افل مثل والاتش والمجموعه الكاربوكسيليك هو اسيد وكارل. اذا واحد مركب مناسب لي. خلينا نشوف مركب اثنين. مركب اثنين طوال عباره عن ايش؟ عباره عن بيس انسى ما بدي اياه. طب خلينا نشوف مركب ثلاث. اوكي مركب ثلاث هل هو اسيد ام بيس؟ في هون مجموعه الكربوكسيليك او في يعني في مجال انه من هنا اوكي فهي اسيد تمام اي واحد يعني في اسيد فاكشناليتي. طب خلينا نشوف هل هو كارا ولا لا؟ استبديت هذا المركب فيه تو كارا سنترز. اوكي في عندنا هاي في عندنا هاي اوكي فهذا المركب كايرال. اوكي فبالتالي في ني وثلاثه برضه بينفع اني اقدر افصله. اوكي خلينا نشوف اي بي مركب اربعه. طيب مركب اربعه برضه اسيد لكن هل هو كارا ولا لا؟ خلينا نشوف زي ما احنا شايفين في عندنا الهاي المركب اوكي هاي في عندنا كاربوكسيليت في عندنا اتش في عندنا مثل بس هنا في كم مثل اذا الكارب مركب ايش هو اكارال كومباوند. اذا ما بينفع معي ما مش راح استفيد منه بفصل المركب اذا راح الغي. خلينا نشوف في في هي اصلا عباره عن بيس ما في داعي نفكر فيها ما عندي كارب اكارال اوكي بس هي بيس مش راح استفيد نهائيا فما في. فالجواب هو ايش راح يكون 1 اند 3 بقدر استخدم 1 اند 3 بحيث اني افصل اكس بيور انشمر من 1 او من 3 بقدر استخدمه بحيث انه يوصل لي اكس اوكي للبيور انشمر تبعونه. في عندنا هون الكونفجريشن لكل المركبات موجوده هنا اللي تحبوا تشوفوها متاكدونها مش راح نخوض فيها حاليا. اوكي استعدت شوي معلومات انشمر زي ما حكينا هاف اوبزيت كونفجريشن اوف بشكل عام اوكي لنشمر اوكي في عندنا كارا سنترز معينين كل الكارا سنترز راح نقلبه الار اس والاس ار اوكي ار ار اس اس ار 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 اس 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 اوكي الدايستيرومرز راح يكون في بعض الكارا سنترز متشابهات بعض المختلفات مثلا ار اس 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 اوكي الاس الاولى متشابهه الثانية تختلف اوكي صارت ار هكذا الشيء. الميزي كومباوند هاف انترنال ميرور بلين حكينا عنها بحكينا الماكسيمم نمبر اوف يعني اقصى عدد من المركبات اللي هو 2 لقوة ان حيث انه ان ايش ان النمبر اوف كارير كاربونز. هسه الرقم هذا مثلا نفرض عندي ثلاثة كارير كاربون اذا 2 تكعيب 8 اذا اقصى عدد يمكن يوصله هو 8 مش بالضروره يكون في عندي 8 ايزومرز لكن انه يتجاوز ال 8 مستحيل لكن احتمال يكون اقل من 8 واحتمال يوصل 8 لكن انه يكون اكثر من 8 هذا شيء استحاله. فهي القاعده هي وبرضه هذا مش شيء جديد وشيء بنعرفه من قبل. حاليا بدنا نعرف احنا ليش يعني احنا مثلا بالصيد حاليا قاعدين ندرس عن الكارال كاربون ستيريو ايزومرز وهي الاشياء كلها ليش قاعدين ندرسها شو بتفيدنا؟ بحكي لنا ما دام انه ملف عندي اللي هو كارال كومباوند اذا متفاعل بشكل مختلف مع بشكل يعني بتفاعل بشكل مختلف مع المركبات الثانيه اوكي الساعه يعني بشكل عام الدراج بدراجز اوكي مع دراج معين كثير من الدراجز اكيد راح تلاقوها عباره عن كارال كومباوندز اوكي والريسبتر مثلا اسال ايش نقطع من الدواء بالجسم الانسان بعطيه مثلا دواء معين اوكي الدراج بيكون عباره عن كيميكال كومباوند كمركب كيميائي. مركب كيميائي هذا راح يكون ايش راح يكون عباره عن كارال كومباوند ام ار او اس اوكي. هسه ليش هذا شيء مهم كثير عشان الريسبتر اللي بتفاعل اللي راح يتفاعل معه اوكي الدراج راح يروح على ريسبتر معين ويتفاعل معه ويقوم بالعمل تاعه. هسه الدراج هذا بيتفاعل مع ريسبتر معين جدا او بحر الريسبتر بيتفاعل مع دراج معين جدا يعني دراج مثلا خلينا نشوف هون عندنا ريسبتر اوكي وعندي دراج معين هسه الريسبتر بيتفاعل مع الار انشمر من الدراج بس بيتفاعلش مع الاس انشمر زي ما وضحنا يعني زي ما حكينا قبل شوي انه لازم يكون ايش متشابهات مع بعض اوكي. العلاقه بين الدراج والريسبتر هي كي ان لوك لازم يكون مطابق بالضبط اوكي فانه التفاعل هذا محدد جدا اوكي فيري سبيسيفيك اوكي بحيث انه الريسبتر ما بيتفاعل مع اي شيء لا بيتفاعل بس مع الار انشمر او الاس انشمر اوكي. في عندنا شيء ثاني احتمال مثلا انه بيتفاعل بطريقه مختلفه بتفاعل بدرجات مختلفة هاي كلها اشياء راح نقشها بس بشكل عام انه يعني الكلمة اللي بتختصرها هي ايش؟ انه المركبات بسبب الستيريو كيمستري تتفاعل بطريقة مختلفة
تتفاعل بطريقه مختلفه. انا بدي طريقه معينه، افضل طريقه، بدي الاوبتيمم واي اللي تعطيني الافكت اللي بدي اياه بخلص هاي الافكت، تمام؟ فعشان هيك انا بدرس الاشي هذا بحيث اني اقدر اعرف اعمل مثلا اصنع دواء معين بالانشمر المعين اللي بدي اياه، واقدر اني احقق افضل افكت معين بدي اياه من الدواء. زي ما احنا شايفين هو مره ثانيه الريسبتر بتفاعل مع الار ان انشمر بس ما بتفاعل مع الاس ان انشمر. سالما كل في عندي كارال دراج، اوكي، في عندي انا كارال دراج، في عنده ار ان اس انشمرز. هسه احتمالات هي كالتالي، انه الار والاس الاثنين يكون لهم نفس الاكتيفيتي نفس الشيء، لذلك بالحاله هاي هي اسهل حاله وما بتفرق معي، تمام. هسه في الحاله الثانيه يعني انه انا كنت في عندي دراج وهو كايرال، في عندي ثلاث حالات او ثلاث احتمالات. الاول يكون نفس الاكتيفيتي ما بيفرق نهائيا وهي شيء سهل التعامل معها. الاحتمال الثاني يكون ايش؟ يكون في degree of activity، يعني مثلا نحكي انه الار انانشمر مور اكتيف من الاس انانشمر، اوكي؟ فهذا الاشي مليح او احتمال يكون سيء حسب الحاله اللي بحكي عنها. بشكل عام ايش اللي هيبني؟ انه عندهم different degree of activity. هسه الاحتمال الثالث يكون عندهم different activity من الاصل، اوكي؟ يعني واحد بيعمل اشي وواحد بيعمل اشي ثاني كليا، اوكي؟ وهاي قد تكون مشكله بعض الاحيان، يعني احتمال بعض الاحيان وهذا الشيء وجد انه في انانشمر بيكون مفيد وبعطيني الايفكت اللي بدي اياه، انانشمر ثاني بيكون بالعكس مؤذي وسيء. خلينا ناخذ امثله. راح ناخذ عن الابنفرين، اوكي، الابنفرين. هسه المثال اللي راح ناخذه هنا اللي هو different degree of اللي هي activity. خلينا نشوف. هسه في عندنا الريسبتر هذا، اوكي، عندنا الريسبتر هذا، شوف كيف بالحاله هاي اللي هو اللي هنا اللي هو البوزيتيف ابنفرين، اوكي، اللي هو نحكي الدكسترو ابنفرين. الدكسترو ابنفرين بتفاعل مع الريسبتر هذا، بتفاعل لما تختلف تفاعل بايندينج سايت. هذا الشيء اللي هو اسمه البايندينج سايت، اللي هو المكان اللي بتفاعل الدواء مع الريسبتر، اوكي. في عنده هذا الريسبتر تو بايندينج سايتس. خلينا نشوف كيف هسه الفلات اريا هي تعمل نحكي هيدروفوبك انتراكشنز مع حلقه البنزين، وعندنا الانيونيك سايت هذا بتفاعل مع ايش؟ مع الامين جروب، اوكي. هاي البايندينج جروب، اوكي، وهاي بايندينج جروب هي المكان اللي ايش تفاعل مع البايندينج سايت. هسه بكون فوق على ريسبتر اشياء معينه، اوكي، بكون على ريسبتر في اشياء معينه جدا بتفاعل مع يعني برضه الريسبتر بيكون عباره عن بروتين، اوكي، بروتين برضه عباره عن يعني مركب كيميائي معين بيكون له انتراكشنز مع الدراج. الدراج احتمال يكون هيدروفوبيك انتراكشن، ايونيك، انيونيك، هيدروجين بوندينج، اي نوع من الانتراكشنز اللي بتعرفوه. هسه راح يكون في عندي هنا هيدروفوبيك انتراكشن، وهون عندي ايش؟ عندي عباره عن اللي هي رابط ايونيه، اوكي، ايونيك بوندينج بين موجب وبين سالب، تمام. هاي ايش؟ هاي بالبوزيتيف ابنفرين. بالنيجاتيف ابنفرين، تمام، برضو شوفوا يعني على فكره هنا يعني بانه بتفاعل مع التو ريسبترز الار والاس، ما في اي مشكله فيه، تمام. لكن هون اختلاف زي ما حكينا قبل شويه انه راح يكون اختلاف بالديجري. ليش الديجري؟ في واحد منهم يعني انه بكون الترابط اقوى زي ما احنا شايفين هنا. شوفوا بالله صح، انها شوفوا بالنسبه لهذا هسه هاي برتبط هيدروفوبيك انتراكشن هنا، هيدروفوبيك انتراكشن هنا، ايونيك انتراكشن هون، ايونيك انتراكشن هنا. لكن شوفوا هون الفرق. هسه المركب هذا عنده اتش جاي باتجاه الريسبتر، اوكي، مش راح يصير فيه يعني مش راح يصير في اي ارتباط، الاتش مش راح تعمل ارتباط مع الريسبتر. لكن هون في ايش؟ في عندي او اتش، يعني في هون في عندي او اتش، الاو اتش، تمام، راح تعمل ارتباط مع الريسبتر وبالتالي يصير في ايش؟ سترونج انتراكشن، اوكي، راح يصير في ترابط اقوى. فبالتالي النيجاتيف ابنفرين مور اكتيف من البوزيتيف ابنفرين. ليش؟ عشان في عندي هنا صار في ترابط اقوى، انتراكشن اقوى، تمام؟ اوكي. مثلا شوفوا هذول المركبين، اوكي، في عندنا اللي هو الار كاربون والاس كاربون. هذول المركبين يعني الفرق الوحيد بيناتهم واحد اس واحد ار. شوفوا كيف الفرق بيناتهم، الفرق بين المجموعه هاي واحد ان واحد اوت. طبعا شوفوا انت شو الفرق، الار ايزومر هو عباره عن زيت، اوكي؟ او بالاحرى اسف عباره عن نوع معين من الزيت اللي هو السبرمنت زيت، السبرمنت اويل. While the S isomer is the caraway seed oil، تمام؟ نوعين مختلف من الزيت كليا، اوكي؟ لهم رائحة مختلفة،
تمام. فزي ما احنا شايفين فرق وحيد برابطه 1R1S لكن بعطيني ماده مختلفه كليا. اوكي ماده مختلفه كليا. الامثله هاي لو عم بستيك مجرد تعرفوها مش عارف اذا بيحتاج عليها اسئله لا، بس الامثله هاي يعرفوها يعني بتفيدنا بال يعني هي يعني مجرد عباره عن بس هيك عشان نعرف احنا ليش ندرس الستيريو كيمستري. مش عارف اذا يمكن يجي عليها اسئله بس مش مشكله يعني اعرفوها مش خطا. اوكي ثالودومايد. اوكي الثالودومايد عباره عن درج كان يستخدموه قديما ليش لل عندهم ارق وبرضه اللي عندهم غثيان. الساعة بعض المشكلة بالدواء هذا ايش صارت انه كان في عندنا نساء حامل يستخدموا الدواء هذا احيانا. اوكي لما كانوا يصير عملية الولادة وانه يعني يولد الولد او الطفل، الطفل كان يكون في عنده بعض يعني يكون في عنده بيرث ديفكتس. اوكي كان في نحكي كان في عنده بعض التشوهات الخلقية. لما بحثوا بالسبب اوكي وجدوا انه يعني معظم يعني كثير من الناس اللي كانوا انه النساء انه كانوا يلدن اطفال عندهم تشوهات خلقيه كانوا يتناولوا الثالودومايد. تمام لكن ايش برضه اكتشفوا انه مش كلهم، يعني كان في نسبه معينه اوكي يتناولوا الثالودومايد وعندهم اطفال بتشوهات خلقيه وغيرهم لا كان كل طبيعي. فايش كان السبب الموضوع هذا؟ السبب انهم لقوا الثالودومايد هو عباره عن كولر دراج فيه له اس انانشمر اوكي واس انانشمر. شوف كيف هسا الار انانشمر هو الشيء الفعال والشيء البديع اللي هو يعني بيعمل لي يعني في اللي هو الماده المنومه اللي بتخلي الانسان ينام. في الاس انانشمر اللي هي اللي بيعمل شو اسمه هو عباره عن تيتروجينيك اوكي هو اللي بيسبب البيرث ديفكت. تمام فهي المشكله اللي واجهوها. طبعا طوال هم ايش عملوا؟ عزلوا الار عن الاس اوكي عزلوا الار عن الاس. واضح كيف طوال عملوا الشيء هذا. هسه ايش اللي فاجاهم يعني زياده انهم اوكي عزلوا الار عن الاس واعطوا مثلا لمريض معين الار، فحصوا دمه بعد فتره لقوا بدمه في ار واس. اوكي هم ايش اعطوا للمريض لحاله ار، فحصوا دمه بعد فتره من تناول الدواء وجدوا بدمه في عندي الار ايزومر والاس ايزومر. يعني انهم يعني انه اتفاجئوا الموضوع كيف صار هيك، انا اعطيته بس ار كيف صار عنده ار واس. ايش اللي صار عندي هو ايش ايش اللي صار انه كان ار بعدين صار تحول لار واس. هاي عمليه معينه تسمى ايش الراسيمايزيشن. اوكي راسيمايزيشن كونفرتينج اوف يور انانشمر كومباوند تو اسيميك فيكستر. اوكي يعني كيف عندك اس او ار يصير ار واس. اوكي يصير ار واس. This does not happen easily though. The optical isomers do not interconvert from one another easily. They need energy to break bonds from and form new ones. احنا زي ما حكينا الفرق بين configurational والconformational هو اشي اسمه energy barrier. هسا شوف الconformational مثلا عندك اللي هو staggered eclipse. اوكي الstaggered eclipse بتحول بين staggered eclipse بشكل طبيعي جدا عاد حاله غرفة. اوكي ما فيش داعي اي طاقة ما فيش داعي اي اشي ما فيش داعي كسر رابط. لكن بالار والاس والسيستر ترانس لا لازم اكثر رابطه عشان احوله من سيستر ترانس او ار واس. اوكي فعشان هيك بحكي لنا هون انه مش سهل نهائيا ان احول ار لاس او اس لار، لازم اكثر رابطه. اوكي بس مع ذلك هذا الشيء حصل مع الثالودومايد. اوكي وتحول ار لاس. كيف الشيء صار؟ انا بحاجه اكثر رابطه. اوكي طب يعني بشكل منطقي راح اكثر اضعف رابطه. شوف شوف شو راح يصير. بداية عشان احول ار لاس لازم اغير رابطه على الكارن سنتر بالاول. يعني لازم اني اعمل مكان كسر الرابطه وهيك راح يكون على الكارن سنتر. اوكي فعندي هون السي هي الكارن سنتر، هذا هو نفس الستركتشر للثالودومايد هنا. تمام في عندي السي هاي. اوكي السي هاي هي الكارن سنتر. اوكي راح اكسر اضعف رابطه فيها. اضعف رابطه فيها هي ايش؟ عباره عن الاسيديك هيدروجين. اوكي شوف الهيدروجين هاي تعتبر جيده كاسيد. ليش هسه اوكي هاي طلعت صار فيها شحنه سالبه، الشحنه السالبه تعمل ريزونانس مع الاكسجين وفي برضه الالم تسحب منها فانه هذا شيء جيد. اوكي شيء جيد او تقدر تعمل يعني تعمل ريزونانس او مش تعمل ريزونانس بس انه في عندها الان تعمل ستابلايزيشن والكربونيل هو برضه بيعمل ستابلايزيشن. اوكي فبعتبر انه هاي الهيدروجين اسيد فمركب الكونجوجيت بيس تاعته مليحه فبالتالي انه بيقدر الاتش يطلع مش طبيعي.
فلما H يطلع والكربون يصير عليه شحنة سالبة وتعمل رزونانس، إذا الكربون إيش هو صارت؟ صارت SP2 hybridized. ال SP2 إيش الجيومتري تاعه؟ بلانر، أوكي، عبارة عن مركب مسطح. أوكي ال H طلعت ك H plus، ال H plus بتقدر ترجع زي ما طلعت بتقدر ترجع. بس لما ترجع وفي عنده مركب بلانر وين راح تهجم؟ راح تهجم إما من فوق أو من تحت، أوكي؟ راح تهجم إما من فوق أو من تحت. لما تهجم مثلا من فوق بعطيني R، لما تهجم من تحت بعطيني S. واضح كل شيء هنا. يعني انا اول شيء عشان اعمل رسمايزيشن لازم اعمل تغيير، لازم اكسر رابطه عندي الكارير سنتر. بشكل منطقي الاسهل لي ايش؟ اني اكسر اضعف رابطه. اضعف رابطه هي ايش؟ هي الاسيديك هيدروجين. اوكي، اسيديك هيدروجين يعني هيدروجين لما تطلع يكون شحنه سالبه، الشحنه السالبه تكون ستيبل بفعل الريزونانس، بفعل اي شيء اخذناه من الاسيد البيس زي ما اخذنا. يعني تكون الكونجكت بيس اللي تكونت من انه الاتش تطلع تكون ستيبل، اوكي. فلما تطلع راح يكون عندي كربون، واذا كان في ريزونانس، اذا كان في ريزونانس، اوكي، لا بهاي شيء مهم، لازم يكون في ريزونانس بحيث انه يعمل ريزونانس ويصير SP2 جيومتري. SP2 جيومتري اللي هي بلانر. فالاتش لما تيجي ترجع اما من فوق او من تحت، وبكون لي الار او الاس. فيك بلشت انا مثلا بار وانتهيت بار واس، بلشت بس انتهيت بار واس، تمام. فهي هي فكره الريزونانسيشن، راح نرجعها بالتفصيل اكثر لكمان شوي، بس مبين هي الفكره العامه الموجوده عندي هنا. حاليا الموضوع اللي كثير يعني قلق كثير منكم اللي هو شيء اسمه سيلكتيفيتي. اوكي، سيلكتيفيتي. الموضوع راح نخشه هنا هو عباره عن تفاعلات. اوكي، بدي انا مثلا بدي عباره عن وصف للتفاعل، بدي احكي عن التفاعل هذا معين هو عباره عن سيلكتيف او سيلكتيف، وبدي احدد ايش نوع السيلكتيفيتي اللي فيه. هسه خلينا نشوف كيف التفاعلات بدها تصنف كثير تصنيف اوكي، حسب شنو التفاعل، شو ما المتفاعله، شو كذا، في كثير لوكا. احد التصنيفات اللي بدي اصنف التفاعلات فيه هو ايش؟ حسب عدد البرودكتس ونوعهم والنسبه بيناتهم، اوكي، اللي هو السيلكتيفيتي والسبيسيفيكيتي. اللي هو كنا عم بحكي عن مركب هو سيلكتيف او سبيسيفيك. هسه لما احكي عن مركب سيلكتيف، لما احكي عن مركب سيلكتيف يعني مركب او مش مركب، بحكي اسف تفاعل، احنا حكينا تفاعلات هنا. لما احكي عن تفاعل سيلكتيف، اذا هو تفاعل اوكي، يعني تفاعل معين بينتج لي اكثر من بينتج لي نحكي اكثر من مركب، وبكون في اختلاف بيناتهم، بكون في نسبه معينه بيناتهم. يعني واحد بكون ناتج اكثر من الثاني، اوكي، يعني يكون في عندي ميجر وماينر، اوكي، بشكل عام في عندي ميجر وماينر، اوكي. في عندنا هنا احنا راح نناقش ثلاث حالات من السيلكتيفيتي، راح نناقشها ونعرف الفرق بينهم، ولازم يعني نعرف التفاعلات اللي داخله فيهم. يعني بس التفاعلات راح نناقشها حاليا، اوكي، في بعض تفاعلات خارجيه راح احكي لكم عنها، بس التفاعلات الموجوده والمطلوب منكم راح احكي لكم عنها، ولازم تكونوا عارفينها بكل شيء فيها. تفاعل ميكانيزم تعيته وكيف بحصل، وشو كمان اهم شيء شنو السيلكتيفيتي تعيته، هذا الشيء كثير مهم. خلينا نبلش. السيلكتيفيتي تقسم الى كيمو سيلكتيفيتي، ريجو سيلكتيفيتي، ستيريو سيلكتيفيتي. كيمو سيلكتيفيتي ويتش، اوكي، اذا بكم حابين تسجلوا هذا الشيء سجلوه. ويتش فانكشنال جروب از جوينج تو رياكت، اوكي، ويتش فانكشنال جروب از جوينج تو رياكت وير، تمام، وير نحكي ذا رياجنت ويل رياكت، اوكي، وير ذا رياجنت ويل رياكت. يعني راح نشوف ريجو سيلكتيفيتي انه هي عباره عن كونستيتيوشنال ايزومرز، فاحنا مثلا احنا نكون على كربون 2 او كربون 3، كربوني 1 كربوني 4 وهكذا الاشياء، اوكي. فهي انه هذا اختلاف انه وير ذا ريجنت والرياكت. هاو ذا ريجنت والاتاك، انه هاي احنا هناك على عن 3D، تمام، انه كيف راح يجوا؟ راح يجوا من خلف، من الامام، راح يجوا من جهه واحده، من جهه متعاكسه، وهكذا الاشياء. هسه كيف السيلكتيفيتي هي ابسط وحده، تمام، بالحاله هاي يكون في عندي اكثر من فانكشن جروب بالرياكتنت اللي هو السبستريت، اوكي، النادي المتفاعلة السبستريت، يكون في عندك فانكشن جروب فيها. الرياجنت بتفاعل مع واحدة منها فقط، هاي يسمي ايش؟ كيمو سيلكتيفيتي، اوكي، ان الرياجنت اختار فانكشن جروب واحدة عشان يتفاعل معها واعطاني ناتج واحد. هسه الريجو سيلكتيفيتي بكون في عندي البرودكت، اوكي، البرودكت يكون في عندي كونستيوشنال ايزومرز، اوكي، يعني يكون في عندي مركبات علاقة بينهم ايش؟ عبارة عن كونستيوشنال ايزومرز، اي نوع مع الثلاث. طبعا هو هون راح يكون بس عبارة عن بوزيشنال بس، عشان انا قاعد بفاعل مع نفس الرياجنت، تمام، بعد نفهم على نفس الريجن. فهنا شو حكوا؟ راح يكون عندي كونستيوشنال ايزومرز او بحرف بوزيشنال ايزومرز،
تختلف بس بيناتهم، واحد مثلا 70% واحد 30% واحد 30% واحد 1% واحد 51% واحد 40%. اهم اشي انه عندي ماجر وعندي ماينر، اهم اشي انه ما عندي 50-50 مع النسبة واحد لواحد، في واحد اكثر من الثاني ولو بنسبة بسيطة. النوع الثالث الستير سيلكتيفيتي اللي هو الهاو، نفس الريجي سيلكتيفيتي نوع ما، اللي اختلاف الوحيد مش عندي هنا البرودكت مش كونستيتوشن ايزومرز، عندي اياهم ايش كستيريو ايزومرز، عندي اما راح يكون ار او اس راح يكون في عندي مثلا انه بيكون لي مثلا ام ار ما يكونش اس، يكون اس ما يكونش ار، يكون سيس ما يكونش ترانس، وهكذا الشيء. تمام، هاي الفكره. وبرضه ايش راح يكون الناتج اي نسبه غير 50%، راح يكون في عندي ميج راح يكون في عندي ماينر. اوكي خلينا نناقشهم واحده واحده. هسه عندي الكيمو سيلكتيفيتي. اوكي الكيمو سيلكتيفيتي، الكيمو سيلكتيفيتي زي ما حكينا يكون في عندي رياجنت معين، الرياجنت هي الماده بتتفاعل مع الرياكتنت مع السبستريت، يكون في عندي رياجنت معين، الرياجنت هذا بتفاعل مع ماده ومتفاعل مع اخرى. اوكي طبعا هذا هو ابسط شيء. خلينا ناخذ مثال زي ما شايفين، هذا عندنا ايش عندنا، هذا هو السبستريت. اوكي في تو فانكشن جروب، في عندي الكيتون وفي عندي الدبل بوند، وفي عندي الرياجنت هو عباره عن H2 واللي هو البلاتينيوم هو اللي عباره عن كاتاليست. اوكي ما بهمني، بس اهم شيء اول هذا كل الاحكام بشكل عام هو الرياجنت. هسه بدنا نشوف ايش بدنا نشوف احنا نحكي البرودكت. البرودكت زي ما احنا شايفين كيتون ظل زي ما هي، والدبل بوند اتفعلت. اوكي صار في عندي يعني الدبل بوند تغيرت صار في تفاعل، والكيتون ظل زي ما هي. بالحاله هاي ايش اسمها السليكتيفيتي، هي كيمو سليكتيفيتي. ليش يعني هاي تفاعلت وهي ظلت زي ما هي، فايش صار عندي كيمو سليكتيفيتي. طيب شوفوا كيف، هسه لو مثلا فعلت عندي المركب هذا، اوكي مثلا فعلت مركبه مع رياجنت معين تفاعل مع الكيتون لحالها، ما تفاعل مع سيلهالايت، تفاعل مع كيتون لحالها كيمو سيلكتيف للكيتون، تفاعل مع سيلهالايت لحالها وترك الكيتون زي ما هي برضه كيمو سيلكتيف للسيلهالايت وخلى الكيتون زي ما هي. اوكي فهي شغله كثير مهمه، بتفاعل مع واحد مع فانكشن جروب واحده وبخلي الباقي زي ما هي. اوكي بتفاعل مع فانكشن جروب واحده وبخلي الباقي زي ما هم، ما بيعملش محور اي شيء. هسه هاي امثله موجوده حق الدكتوره، الامثله الموجوده هنا هاي امثله خارجيه بس عشان تصدقوا الفكره اللي هم الكيمو سيلكتيفيتي. هسه شوف كيف، هسه في عندي هنا في برايمر الكهول سكندر الكهول. اوكي فعلته مع رياجنت معين، اوكي طبعا مش لازم تعرفوا الرياجنت، انا بحكي لكم هذا اصلا تفاعل، كل هذا عباره عن تفاعل خارجي لكن عشان تصدقوا الفكره. هسه فعلته مع رياجنت معين، ايش عمل لي؟ تفاعل مع بس مع السكندر الكهول، حول الكيتون، عمل اكسده. اوكي حول الكيتون. هسا ايش هذا بسميه؟ بسميه كيمو سيلكتيف. ليش؟ عشان يتفاعل مع السكندري الكهول لحاله، ما يتفاعل مع برايمر الكهول. اوكي فهي كيمو سيلكتيف. في عندي هذا التفاعل، اوكي عباره عن اسيد فعلته مع بيس معينه، اوكي او تفاعلته مع بيس معينه، اوكي اعطاني الناتج هذا. شوف شوف هسا الكربوكسيليك اسيد جروب، مجموعه الكربوكسيليك اسيد ظلت زي ما هي بالبرودكت النهائي، ظلت زي ما هي، اما صار في عندنا تغير، مثل ايش بسمي هذا؟ كيمو سيلكتيف ال او اتش. تمام؟ هاي هي الفكره بشكل عام. هاي كيمو سيلكتيفيتي، كيمو سيلكتيفيتي بسيطه جدا وما تلخبط. هسه خلينا على شوي بدها ريج سيلكتيفيتي. مره ثانيه، عندي مركب معين، اوكي؟ بفعله. هسه شوفوا، هاي كثير هاي شغله كثير مهمه. انا ما بدي اشوف المركبات اللي تكون عندي فعليا، ما بدي مركبات تكون عندي فعليا، انا بفعل مركب. اوكي يعني انا مثلا اول شيء تحكي بدي اعمل تجربه. اوكي انا مثلا عملت مركب جديد، اوكي وبدي افعله اشوف شو التفاعل. هسه قبل ما اعمل تفاعل الفعلي انا بدي اجي على ورقه مثلا اكتب اتوقع كيف التفاعل يمشي حسب معرفتي بالكيمياء. اوكي حسب معرفتي بالكيمياء انا بدي اتوقع كيف التفاعل هذا راح يمشي وايش البرودكت راح يطلعوا معي. اوكي ايش البرودكت راح يطلعوا معي؟ انا توقعت مثلا يطلع عندي تو برودكتس. اوكي توقعت يطلع عندي تو برودكتس. اوكي توقعت تو برودكت والله حتى توقعت كمان النسبه. اوكي هسه اجيت على الوضع الفعلي، يعني اجيت فعلت المركب هذا فعليا وشفت شو نسبه تاعته. اوكي بس هي الفكره بدي اوضحها بديا، ايش بدي اعمل قبل ما اشوف شو البرودكتس الفعليين المتكون عندي فعليا؟ بدي اخذ البرودكتس اللي نحكي يعني بشكل فرضي. اوكي يعني ما بهمني، يعني هون راح انسى الستابيليتي راح انسى الكذا، بس بدي اشوف ايش الاحتمالات اللي ممكن تصير، شو ما كان السبب اللي ممكن تصير.
اسهل بفهمكم ايش بالضبط اللي بحكيه بالضبط، بس عشان هاي الفكره لازم تكون مهمه، يعني هاي الفكره مهمه عشان ما تلخبطوا فيها. اوكي طيب اسهل بريجست الاكتيفيتي، وهاي اشياء لازم تكونوا عارفينها، ميكانيزم وتفاعل وكل شيء، هو الاليمينيشن رياكشن، راح نناقش الاي 1 رياكشن والاديشن اوف اتش اكس. اديشن اوف اتش اكس شيء من جديد نهائيا، اخذتوه بشابتر 2 الريزونانس، المفروض تكونوا عارفينه. هسه خلينا نشوف التفاعل. هسه في عندي المركب التالي فعلته مع اتش سي ال. هسه شوف كيف انا هون حاليا قاعد اختبر مركبي، يعني اختبر مركبي اوكي على ورقه، انا ما فعلته فعليا، انا قاعد بحكي لك انه اوكي والله المركب التالي اللي فعلته مع اتش سي ال، والله الاتش احتمال تيجي من هنا والاتش احتمال تيجي من هنا بالاول، بعدين السي ال تيجي على الكربوكاتيون. اوكي فخلينا نشوف. هسه الاتش بي اي هجمت على هون اوكي، وكمان كمان لي كربوكاتيون هنا. خلي بس خلينا ناخذ ال هنا بالله احسن. طيب هاي هون الميكانيزم. هسه الاتش بدايه هجمت وين؟ نحكي اذا هجمت هنا راح اكون لي كربوكاتيون هون. اوكي راح اكون لي كربوكاتيون اوكي زي ما شايفين هنا. مش طيب علينا، مش راضي كنت بدي اضلل بس مش راضي اضلل. المهم خلينا نرجع لهون. هسه الاتش اول شيء بنهجم على اللي هنا اوكي زي ما شايفين انت هنا، راح تعطيني اتش هنا وكربوكاتيون هون. اوكي في احتمال ثاني انه الاتش تيجي هنا. اوكي ايش المانع؟ المانع مثلا اتش تيجي هنا اوكي وراح اكمل الكربوكاتيون هنا. هسه بالخطوه الثانيه السي راح تهجم لي هنا وتكون لي مركب، السي راح تهجم هنا وتكون مركب. هسه انا هذا اللي شا توقعته اوكي، هاي اللي نحكي المركبات اللي انا متوقعها متكونه. اذا تكون عندي المركب التالي والمركب التالي اللي هو A و B. اوكي انا هيك بس مش مهم الكلام، مش مهم بس انا ايش متوقع ان هذا المركبين يتكونوا. واضح كيف؟ طيب هسه انا عملت مركب فعليا وشفت شو طلع معي. طلع معي 100% A و 0% C. اوكي هل هي نسبه 50-50؟ لا. اذا هذا ايش تفاعل؟ ايش عباره عن سيلكتيف. اوكي في عندك ميجر ال 100% وماينر 0%، مع انه فعليا ما تكونش نهائيا بس برضه بعتبره ايش ميجر وماينر. هاي واحد اذا هو سيلكتيف. طب اي نوع من سيلكتيفيتي؟ هسه شوف كيف ايش الفرق بين هذا المركب وهذا المركب. شوف ايش المركب ايش الفرق. الفرق الوحيد هو عباره عن الكربون. اوكي هاي مثلا نحكي على كربون واحد، هاي على كربون بالنسبه مثلا للفينل. اوكي هاي على كربون واحد وهاي على كربون اثنين بالنسبه للفينل. يعني مثلا على فرض انه كربونه اللي عليها الفينل هي كربون واحد والكربون الثاني اثنين، اذا ايش راح يكون؟ راح يكون السي ال هي على كربون واحد وهاي الكربونه عايش على كربون اثنين. اوكي معايد واحد اثنين راح يكون على كربون اثنين. فبالتالي ايش علاقه بيناتهم؟ عباره عن كونستيتيوشنال ايزومرز، بوزيشنال ايزومرز فعليا، هاي علاقه بيناتهم. هسه بس واحد منهم تكون بنسبه 100% واحد بنسبه 0%، تمام؟ فالعلاقه بيناتهم ايش؟ عباره عن ريجيو سيلكتيف رياكشن. ريجيو سيلكتيف رياكشن كون لي مركبين تو برودكتس العلاقه بيناتهم كونستيتيوشنال ايزومرز، بوزيشنال ايزومرز، هي علاقه بيناتهم. اوكي لكن واحد منهم كان بنسبه اكثر من الثاني، فبالتالي ايش؟ عباره عن ريجيو سيلكتيف رياكشن. ريجيو سيلكتيف رياكشن وميكانيزم، هاي ميكانيزم يعني مش راح ادخل بكثير تفاصيل، يعني اوريدي يعني نوعا ما شرحتها، احنا اوريدي حكينا. طبعا سبب انه ال 100% و 0% يعني ما فيش داعي احكيه، انه ستيبلايزيشن باي ريزونانس. اوكي في عندي هون فينل، هي حلقه بنزين للي ما بيعرفها، البي اتش اختصار لفينل. اوكي احتمال الامتحان تشوف هيك بي اتش فينل. اوكي ثم العلم هو تعرفوها سمول اتش مش كابيتال، والبي هي كابيتال، هاي عباره عن فينل. اوكي بتعمل ريزونانس مع البنزين. اوكي فهو ستيبلايز باي ريزونانس، فعشان هيك 100%. وحكينا انه هنا في عندي فرق هائل حكينا عنها بشابتر 2. اوكي هسه عندنا اليمينيشن رياكشن. هسه برضه هون اليمينيشن رياكشن رح ناخذ الاي 1. اوكي طبعا هون لازم تعرف ميكانيزم، لازم تعرف كل شيء، يعني كثير كله مهم. طيب هسه الاليمينيشن رياكشن اند ذا ميكانيزم. اوكي طيب هسه بشكل عام تفاعلات الاليمينيشن ايش بصير عندي؟ في عندي اللي هي نحكي شيء اسمه الفا كربون. الالفا كربون متصله بما يسمى بالليفنج جروب. اوكي بالليفنج جروب، الالفا كربون متصله بالليفنج جروب. اوكي هاي واحد. هسه الالفا كربون احتمال تكون متصله ايش بكمان؟ بكربون ثانيه، بكربون ثانيه. الكربونز الثانيه هي كل كربون متصل بالالفا كربون ايش بسميها؟ بسميها بيتا كربون. اوكي خلينا نشوف هنا. هسه عندك هاي الفا كربون وهاي الاكس هي عباره عن ليفي جروب. الكربون هاي ايش بسميها؟ بسميها بيتا كربون.
الهيدروجينز المحمولين على البيتا كاربونز ايش بسميهم؟ بسميهم بيتا كاربونز. دائما الهيدروجين بتبع اسم الكربون اللي هو عليها، سكندري كربون سكندري هيدروجين. شو ما كان اسم الكربون الهيدروجين راح تسمى زيه. فعندك بيتا كربون بيتا هيدروجين. ايش شو راح يصير بشكل عام؟ بشكل عام اللي بصير عندنا هنا انه الليفينج جروب تطلع لسبب او لاخر، تطلع لحالها ايش يطلعها ما بهمني. بشكل عام بتفاعلات الاليمنيشن الليف جروب تطلع، اوكي، في جي بي اس تعمل ابستراكشن لبيتا هيدروجين، اوكي، تعمل ابستراكشن لبيتا هيدروجين يعني تسحب بيتا هيدروجين، وبتكون دبل بوند بين الالفا كربون والبيتا كربون، اوكي. كالتالي عندك الفا كربون الليف جروب طلعت لسبب لاخر، اوكي، الليف جروب طلعت، هسه في جي بي اس تسحب الاتش هاي سحبتها، اوكي، وتركت الدبل اللي عندك كون ايش راح تكون اصلا في عندك او بالاحرى الرابطه هاي كامله اللي هي ستيم تنكسر بتكون كباي بوند بين الالفا كربون والبيتا كربون. هاي هي تفاعلات الاليمنيشن بشكل عام، اوكي. انا حذفت ايش؟ حذفت ليفينج جروب مع اتش، اوكي، او بالاحرى ليفينج جروب مع بيتا هيدروجين. هسه ليش رح ناخذ احنا هو عباره عن اي 1 ميكانيزم، اوكي، اي 1 ميكانيزم. هسه الاي 1 ميكانيزم ايش بصير فيها؟ الاي 1 ميكانيزم بصير فيها الاي 1 ميكانيزم بصير فيها ايش؟ نحكي انه الليف جروب تطلع لحالها، اوكي، ما في شيء تطلعها، تطلع لحالها بكون حسب هو بكون هي بتكون عباره بكون بتكون بسولفنت معين، السولفنت هذا بشجع انها تطلع، فبتطلع الليف جروب لحالها. هسه لما تطلع راح تكون شحنه موجبه، راح تكون شحنه موجبه على ايش؟ على الكربون، على الكربون، اوكي، راح تكون شحنه موجبه على الكربون اللي هي كانت موجوده عليها اللي هي الفا كربون. هسه الفا كربون متصل هون بكم؟ بكم بيتا كربون؟ متصل ببيتا كربون 1 بيتا كربون 2 بيتا كربون 3، اوكي، هذول الثنتين متشابهات نفس الشيء يفرقون بعض وهذا بيختلف، راح نجيها كمان شويه. بس هذا بتعرفوه طبعا كل اتشات متصل على البيتا كربونز هي عباره عن ايش؟ عن بيتا هيدروجين. مبدئيا لما تطلع السي ال راح تكون عندي ايش راح تكون؟ راح تكون عندي كالتالي اللي هو بيتا هيدروجين كربوكاتيون. هسه الكربوكاتيون ايش راح يصير؟ الكربوكاتيون يعني الكربوكاتيون هسه ايش راح يصير؟ راح تيجي بيس تسحب لي بيتا هيدروجين. السؤال اللي بيطرح هو اي بيتا هيدروجين تاخذ؟ راح تاخذ بيتا هيدروجين هاي ولا هاي ولا هاي؟ اوكي، هون السؤال بيطرح لي. وهلا وقتت انه اي واحد منهم راح يعطيني نفس المركب ولا لا؟ هسه التفاعل هذا لما يمشي ايش بعطيني؟ بعطيني هذول الاثنين. هسه اذا بدنا نسمي مركبين 1 1 2 3 4 2 مثل 2 بيوتين، اوكي، 2 مثل 2 بيوتين، تمام. وهذا المركب هون اللي عندي ايش هو؟ المركب هذا راح يكون 1 2 3 4، هذا اسف 1 2 3 4، 2 مثل 1 بيوتين، اوكي. ايش الفرق مره ثانيه؟ هسه المثل بالحالتين على الكربون الثانيه، اوكي، 1 2 3 4، هون عندك 2 مثل 2 بيوتين، هون عندك ايش؟ 2 مثل 1 بيوتين. الفرق هو ايش؟ بموقع الدبل بوند. واحنا اوريدي حكينا عن موقع الدبل بوند انه برضه يعتبر ايش؟ بوزيشنال ايزومر، هو يعتبر بوزيشنال ايزومر. فبالتالي فين اختلاف هون؟ فين هو ايش عباره عن كونستيتيوشن ايزومرز؟ طب اوكي، ها يعني اول شرط حط انه في عندي ايش؟ بوزيشنال ايزومرز كبرودكتس، لكن هل في فرق بالنسبه بيناتهم ولا لا؟ اذا كان في فرق بالنسبه بيناتهم اذا هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن ريجو سيلكتيف رياكشن، هو عباره عن ريجو سيلكتيف رياكشن. خلينا نشوف. هسه بدايه المركب هذا، اوكي، او حتى بس شوفوا بشكل عام ميكانيزم صار السي ال طلعت، اوكي، سي ال طلعت، كون اللي عندي كربوكاتيون، اوكي، هاي سي نفسها شوفوا مرتبطه بنحكي سي اتش 3 سي اتش 3 وايثل سي اتش 3 سي اتش 3 وايثل، اوكي، مجموعه ايثل كامله. هسه بصير هو انه البيس بتيجي راح تسحب راح تاخذ بيتا هيدروجين، راح تاخذ اما من سي اتش 2 او من سي اتش 3. هسه سي اتش 3 هاي وسي اتش 3 هاي ما في اي فرق بيناتهم، اوكي، متشابهات نفس بعض، ما فيش عن بعض نهائيا، اوكي. فعشان هيك ما بتفرق معي اذا سحب من هاي او من هاي، هذول الاثنين يعتبروا ايش؟ يعتبروا equivalent to each other، فمش راح يفرقوا معي، لكن هاي مش بيختلفوا عن بعض. فانه راح يسحب لي من البيتا هيدروجين هاي او البيتا هيدروجين هاي. هسه شوف كيف،
اعطيك اياها بشكل سريع. حسب مارك فونكوف الغني يزداد غنى والفقر يزداد فقر. يعني مارك فونكوف لما جينا نضيف نضيف احنا ايش على اكثر اتش، ولما نعمل ابستراكشن لما نشيل اتش بالحذف راح نشيل من الاقل اتش. اوكي هاي كثير مهمه. هسه ايش الفرق، ايش الفرق بين هذا المركب وهذا المركب؟ شوف كيف مركب هذا عنده تفرعين فقط اكثر، وهذا المركب عنده ثلاث تفرعات. ايش يعني؟ يعني شايفين السي هي عليها مثل وهي عليها مثل ومثل، عليها ثلاث تفرعات وعليها تفرعين تمام. هسه الاتش لا يعتبر تفرع، واي شيء غير اتش يعتبر تفرع. فبحكي لك القاعده الالكين كل ما كان عليه تفرعات اكثر كل ما كان ايش مور ستيبل. فمدام اي عليها تفرعات اكثر اوكي، اللي هي طبعا اي من اجت اي اجت من ابستراكشن هيدروجين من السي اتش 2 اللي هي الايثل اوكي، من هاي وليس من هاي. هاي اجت اللي عليها تفرعين اجت من سحبها من هاي مثل او هاي مثل. لو جربوه البيت راح يطلع معكم نفس الشيء، جربوه البيت راح يطلع معكم نفس الشيء. فهي الفكره بشكل عام انه بالاي 2 راح يكون عندي الكين، الالكين المور سبستيتيد عليه تفرعات اكثر هو مور ستيبل، وهو راح يكون ميجر، وبالتالي كان عندي مركبين الثاني هو بتكون بس بنسبة أقل. صار عندي مركبين، واحد 2 مثل 2 بيوتين 2 مثل 1 بيوتين. الفرق بيناتهم موقع دبل بوند بوزيشنال ايزومرز كونستيتوشنال ايزومرز. هسه كونستيتوشنال ايزومرز وفي بيناتهم فرق بين مركبين، فبالتالي هذا المركب ايش بسميه او التفاعل هذا ايش بسميه؟ ريجيو سيلكتيف رياكشن. ريجيو سيلكتيف رياكشن تمام، عشان في عندي فرق بالنسبة بيناتهم وفرق بالموقع. مثال الأخير برضو هذا خارجي، تفاعلات البنزين زي ما تعلمنا قديما بالأورجانيك، يعني تفاعلات البنزين إنه بشكل عام أوكي إنسو تفاعل معين تفاعل هذا الميكانيزم الشطوبة هاي بس عشان أوضحكم الفكرة. بس يكون عندي بارا نايترو وبارا نايترو و وميتا نايترو. بس احنا بنعرف المجموعه، هاي المجموعه الموجوده البدائيه هون هي ايش؟ عباره عن مثل اوكي. مثل هي ايش؟ اورثو بارا دايركتنج. ستكون عندي واحد ميتا وكون عندي واحد بارا. برايكم اياه الميجر؟ اكيد البارا، عشان اصلا المثل هي بتوجه لبارا اصلا اوكي. بس احنا بنعرف انه الميتا بتكون بس بنسبه قليله جدا. بس طب ايش علاقه بين هاي وبين هاي؟ هاي 3 نايترو هاي 4 نايترو، العلاقه بينهم بس بوزيشن، يعني بوزيشن. هاي موقع ثلاثه هاي موقع اربعه، لكن في فرق بالنسبه بيناتهم، فبالتالي هم ايش؟ بالتالي هم ريجيو سيلكتيف رياكشن اوكي. طيب هون راح نوقف شويه وراح نرجع نكمل بفيديو ثاني.